الأخ المناضل عدنان غيث محافظ محافظة القدس، كونه هو محافظ وكونه يمثل رمز السيادة على هذه العاصمة، عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية إن شاء الله، يستهدف بشكل دائم ومستمر من قبل هذا الاحتلال. أكثر من 17 مرة تم اعتقاله، إجراءات وقرارات يسلم إلها بمنع حركته والحد من لقاءاته مع شخصيات وطنية وأولها فخامة الرئيس أبو مازن. كل هذه التصرفات اللي بتتم اتجاه هذا الرجل، هذه وقفة من محافظة الكرم، من زملائه، من إخوانه في محافظة الكرم والفصائل والمكونات الرئيسية في المحافظة، تستنكر وتشجب هذا السلوك الإسرائيلي الدائم اتجاه مناضلينا. هذا الرجل هو عضو مجلس الثوري لحركة فتح، ونحن أيضا على مستوى أنه محافظ نستنكر هذا الحدث بأي مستوى من المستويات. ها نحن بكل هذه المكونات بفتح وجميع مكوناتها نقف وقفة نداء لكل من يستطيع التدخل لوقف هذه الإجراءات اتجاه هذا المناضل. هذه وقفة عز وصمود يعني مع مناضل وقيادة يمثل المشهد السياسي ويختزل القضية الفلسطينية، يعني أخونا القائد عدنان غيث محافظ القدس عاصمة الأبدية لفلسطين، هذه الأرض المقدسة اللي بدافع عنها يعني ليلا نهار، يعني حراس البيدر فعلا، انه كل الممارسات الاسرائيليه اللي بكون فيها يعني مدعوم بهذا الاعتاد وهذا الارهاب جيش الاسرائيلي والمستوطنين ل يعني اقتحام الاقصى. اخونا عدنان غيث بيمثل يعني القياده الفلسطينيه، الرئيس ورئيس الوزراء وكل مكونات الشعب الفلسطيني، نحن يعني نقف معه ونرفع صوتنا يعني عاليا من اجل يعني احقاق حقنا، انه يجب أن يكون يعني لنا حقوقنا ونتحرك كما نريد.